مجددا صباح الخير لجميع المشاهدين. والآن كيف ما تحدثنا قبل الفاصل رح نحكي رياضة. منتخب ومنتخب جديد له علاقة في المونديال، المنتخب النيجيري. صباح الخير بضيوفنا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. المتابع الرياضي ونصري دكور وصديقنا وزميلنا الصحفي مرشد بيبار، أهلا وسهلا فيكم. منتخب نيجيريا صلب هش بخرج سريعا، مستمر للنهائيات عادة في كل 4 سنوات. أوكي. شو بتقدر منتخب نيجيريا؟ سوبر ايجلز، نصور أفريقيا، مصنف حاليا بمحل 52 بالعالم. في أوجه في سنة 94 صنف محل الخامس بالعالم. تأهل أول مرة للمونديال سنة 1994. لنيجيريا في قصة حب على ما يبدو مع منتخب الأرجنتين، بنذكر أنه حاليا هو مع الأرجنتين، مع إسلندا ومع كرواتيا. تأهل 5 مرات أظن أو 4 مرات. هاي السنة 94 98 هاي المرة السادسة، 2002 2010 2014. من الخمس من السادس من 6 مرات اللي تأهل فيها 5 مرات كان في مجموعته مع الأرجنتين. واو. وهي تلحق بخسارة بطبيعة الأحوال. نعم، تلحق بخسارة بطبيعة الأحوال للأرجنتين على الأغلب، مع على الأغلب نيجيريا على الأغلب. نعم. نيجيريا بس تكون في نفس المجموعة مع الأرجنتين فهي بتتغلب على الأرجنتين. نبدأ بال94 اتأهل لأول مرة، كان في مجموعته مع بلغاريا مع الأرجنتين ومع اليونان. أوكي، اتأهل كأول مجموعته، خسر في الدور الثاني مع إيطاليا. بذكركم انه ال94 كان اخر مونديال لمارادونا، اخر مونديال لدييغو ارماندو مارادونا. في ال98 كان مع اسبانيا مع بلغاريا، المونديال الوحيد اللي تاهل له وما كانش مع الارجنتين. فكان مع اسبانيا بلغاريا والفريق الثالث مش واضح عندي، بس خسر بدور ال16 مع الدنمارك 4-1 اقصى التوقعات. كان متوقع انه يتاهل. بهاي الفتره لعب معه اعظم اللاعبين، جيجي وكوتشا، كانو، بذكر بابايارو. بذكر انهم فازوا في مع هذا المنتخب مع هذه اللاعبين، فازوا في اتلانتا 1996 بالذهبيه. غلبوا الارجنتين وقتها، غلبوا الارجنتين بالنهائي وبالنص نهائي. حقد عليها المرشد بكون. انا مش هو بشجع البرازيل، انا بشجع الارجنتين عشان نحط المشاهدين بالصوره. ففي نصف النهائي تغلب على البرازيل وفي النهائي تغلب على الارجنتين. 2002 كان مع الارجنتين مع السويد مع انجلترا لما يتاهل للدور الثاني. 2010 كان مع الارجنتين مع اليونان مع كوريا الجنوبيه ولما يتاهل الى الدور الثاني. وفي 2014 في المونديال الاخير كان مع الارجنتين مع ايران ومع بوسنيا وتاهل الى الدور الثاني وخسر من فرنسا. اوكي. طب على الاغلب الفرق اللي بتكون مع نيجيريا بتوصل لاماكن متقدمه في المونديال، يعني فرنسا وصلت للنهائي. وجه خير على باقي المونديال. على غيره. نصري كمرشد اعطانا نبذه تاريخيه رياضيه عن منتخب نيجيريا. تقييمك للمنتخب لادائه؟ هات نقول يعني هيك، اول شيء بدنا نطلع على اللعيبه اللي عندهم فالمنتخب هو صغير عمليا. معدل اعمار اللاعبين هو 27 سنه. نقطه الضعف عندهم انه على مستوى دفاع وحراسه المرمى فهن ما في عندهم لعيبه على مستوى عالمي. ولكن اذا بنطلع على خط النص اللي عندهم، خط الهجوم، فبنلاقي لعيبه كثير منيحه. اذا بدنا يعني نعد، اذا بنشوف عندنا اولا قائد الفريق اللي هو جون أوبي ميكيل، اللي هو معروف للكل من الايام اللي كان فيها مع تشيلسي. هو عمليا صانع العاب، وهو يعني المهندس، كل شيء بمر عن طريقه. في عندهم كمان لعيب على سبيل المثال، اذا بناخذ لعيب زي احمد موسى اللي هو لاعب كمان يعني مهاجم وهداف، بيلعب تسكا موسكو، بيلعب مع عمره كمان 24 كمان صغير بالعمر. في عندهم فيكتور موزيس اللي بيلعب خط وسط مع يعني نادي تشيلسي، كمان لعيب يعني خط مع قوه اندفاع كثير كبيره. عندهم كلاتشي هيناتشو اللي بيلعب مع نادي ليستر، اللي هو كمان لعيب صغير. وعلى مستوى المنتخب عنده يعني المعدل تبعه هو جول واحد كل لعبتين، اللي هو يعني كمان شيء كثير منيح. بتوقع انه من ناحيه هجوميه هن في عندهم قوه، وعشان هيك بنشوف انه طريقه اللعب عندهم هي نقل الطباطه بسرعه من الدفاع هجوم عشان يتم فيها إرباك الدفاع تبع الخصم واستغلال المساحات الفاضية. هذا بكفي قدام يعني فرق على مستوى أفريقي نقول اللي هي مش على مستوى عالمي، ولكن إذا بدنا ناخد على مستوى كأس العالم خصوصا المجموعة اللي هن فيها، فأنا بشوف إنه هن مش راح يعني يقدروا تأهلوا. القوة هاي اللي عندهم بتوقع إنه الدفاع الضعيف راح يكون أكتر هو الميزان اللي راح ينزلهم لتحت. راح يقلل من هاي نقطة الضعف القصوى الكبرى تبعت. أظن إنه الدفاع عندهن، بس في لاعبين كمان اللي بيلعبوا عندنا بالبلاد اللي جون أوجو ونواكامي بيلعبوا في بير السبع، فهن كمان منضمين للمنتخب. على مر التاريخ ياكوبي جابيني، انياما من احسن حراس المرمى في فتره، كان من احسن حراس المرمى في العالم انياما. بعرفش كلهم كانوا هون، مرقوا لهون في كمان مايكل أمونولو لعب في مكتب تل أبيب كمان، لاعب اللي عاده نيجيريه او منتخب او اللاعبين النيجيريين بيلعبوا بكل انحاء العالم، لاعبين جدا مميزين جدا مهريين. بالنسبه للمجموعه انا ما بوافقكش، يعني انا حكيت انه نيجيريا راح تتاهل ان كان على حساب ايسلندا او كرواتيا او الارجنتين. انا مشجع الارجنتين، بس انا بتوقع اذا في راح يكون حصان اسود او في فريق اللي راح ممكن يفاجئ الجميع. ممكن ايسلندا راح تكون، انا بتوقع هي اللي بدها تكون الحصان الاسود بهاي المجموعه، وليس ايسلندا. حكينا عن ايسلندا وقلنا ايسلندا كمجموعه هن من احسن الفرق، بس ما اظن انه هن فريق مهاري اللي وفي عندك تنساش انه بعد البطوله الكبرى الثانيه ايسلندا كانت في بطوله اوروبا ووصلت لربع النهائي. عاده في البطوله الثانيه الفريق اللي بيكون متميز في البطوله ولا الفريق البطوله الثانيه بتكون عنده ضعيف شوي، فعشان هيك. وكرواتيا انا بعتبره مع كل النجوم اللي عنده ممكن هو يكون منتخب شوي اللي هو لوزر، مش منتخب اللي ممكن، مع انه يعني لما نطلع خط الوسط اللاعبين الموجودين بكرواتيا هن من احسن اللاعبين، يعني يمكن من احسن خط وسط موجود في المونديال. لوكا مودريتش، حتى في الهجوم راكيتيتش، منزوكيتش، يعني بروزوفيتش بالضبط، من احسن اللاعبين. بس ما اظن انه اذا انا بدي ارشح منتخب افريقي اللي ممكن يوصل، نيجيريا. مصر يعني احنا بنحب انه مصر توصل او تونس او المغرب، بس نيجيريا يعني نيجيريا ممكن تتغلب على المنتخب المصري اذا التقوا مع بعض 50-50. فيش فريق اللي هو اقوى. يا رب نتفاجئ. هن مش مع بعض بالمجموعه، بس اذا بيطلعوا على النهائي معقول يطلعوا على ثمن النهائي. هذا هو بالنسبه للمنتخب. انت مين بتشجع؟ برازيل يعني قلنا البرازيل يعني. وانت مين بتظن انه الفريق اللي راح يفوز بكاس العالم؟ يعني احنا كل حلقه بنسال الضيف مين يعني المانيا على الورق هن دائما احسن شيء باخر 10-12 سنه، بس بتوقع انه البرازيل بحاله انه المدرب تبعهم قدر يعمل يعني ترابط بيناتهم، فانا بتوقع انه هن اللي راح يكونوا، لانه اذا بتطلع على يعني كادر اللعيبه اللي عندهم بتوقع انه على كل يعني محل بالملعب في عندهم لعيب او اثنين اللي هن بمستوى عالمي. بتذكر انه ان كان يعني بالدفاع ولا بخط الوسط ولا بخط الهجوم. صح، بنذكر انه نايمار مصاب ومش راح يرجع قبل بدايه المونديال، حتى في هناك حكي انه ما يكونش جاهز حتى للمونديال. احسن لهم حتى يمكن احسن لهم ما يرجعش نيمار. هذا هو بالنسبه للمنتخب. كره تشامبيون ليج حتى نحكي شوي. نعم، مع مين انت قلنا؟ مانشستر يونايتد. مانشستر خسروا، طلعوا برا. هيك القرعه جابت لنا هيك. ريال مدريد راح يلعبوا مع يوفنتوس، برشلونه مع روما، بايرن سيفيليا، وديربي انجليزي ليفربول ومانشستر سيتي. اللعب اذا حكينا على برشلونه روما واضح الكفي لبرشلونه. في انك ليفربول ومانشستر سيتي انا بشوف انها اللعبه متكافئه. في اخر لعبه محمد صلاح 4 أهداف، والهدف الاول بيشبه هدف ميسي في بايرن ميونخ، يعني بالجوية 16 لاعبين. يعني اليوم صار صلاح يقارنوه بميسي. مع انه هاي المقارنه انا حسب رايي بتظلم صلاح لانه مش ممكن تقارن حدا لميسي. فمانشستر سيتي وليفربول انا بظن لعبه متكافئه، ريال مدريد يوفنتوس كمان لعبه متكافئه على مر التاريخ. ريال مدريد لم يمر بحاجز يوفنتوس اذا التقوا قبل النهائي، فكمان اللعبه متكافئه. سيفيليا بايرن اظن انه هون راح تكون المفاجاه. لا ما بتوقعش البايرن راح يكملوا، انا اذا بتوقع مفاجاه فسيفيليا فريق صح هو بالليغا مش بالدوري، مش فريق اللي عم بعطي نتائج، بس اظن انه بدوري الابطال هو اثبت حاله. واللعبه الاخيره قلنا حكينا عن ريال يوفنتوس، ما حكيناش عن ريال يوفنتوس حكينا. هاي اللعبه اليوم موجوده بدوري الابطال. الشيء اخر رح نتطرق له دبور، مونس دبور اصيب اصابه، اصيب امبارح وصار في عنده رجه دماغيه كمان، مش راح يشارك بلعب المنتخب الاسرائيلي مع رومانيا. الف سلامه. والشيء يعني مؤسف لانه هو هاي السنه، يعني هاي كانت طبعا احنا والشيء بنتمنى له الشفاء طبعا. ثاني يعني هو السنه بسنه كثير منيحه له، يعني هو عمليا هداف الدوري يعني مع 16 جول ب 23 مباراة. كيف صارت بس رجعنا شوي، كيف صارت الإصابة والوضع؟ بال 16 طالع على طابة ركنية ببعض، ضربوا مع لاعب. مع مين اللعبة كانت؟ أستريا فيينا مع لعيب مع فريق اللي هو بالدوري، وكانوا غالبين 5-0، فات دقيقة 69 وصدام بالرأس، نتأمل له الشفاء. حكينا على لعبة رومانيا، هناك حديث عن استدعاء اللاعبين العرب، لم يتم استدعاء لاعبين من سخنين، مغربي وحارس المرمى. حارس المرمى تاع سخنين قنديل اليوم هو من احسن حراس المرمى الموجودين بالبلاد، لم يتم استدعائه، وكان هناك حديث لماذا لم يتم استدعاء محمود قنديل. ايضا بالنسبه لمغربي كمان لم يتم استدعائه، مغربي اليوم لاعب من البارزين، وفي حديث انه ينتقل من سخنين الى مكابي حيفا، فلم يتم استدعاء هؤلاء اللاعبين، بس تم استدعاء مونس دبور كان بالمنتخب، لاعب نتانيا السبع دياء السبع كمان بالمنتخب، بيبار نادخو هو القائد هو الكابتن كمان بالمنتخب. هذول اللاعبين العرب، اظن بعد في لاعبين عرب تم استدعائهم، لا هذول اللاعبين العرب اللي تم استدعائهم. لعبه مع رومانيا، بنذكر انه في لعبه مع الارجنتين شهر 5، انت مستحيل تنساها. بده يحصل الارجنتين في لعبه مع الارجنتين. في كمان نقاش حول هاي اللعبه، بعرفش اذا معنا وقت نحكي عن الموضوع، بس اللعبه كانت لازم تكون بحيفا، نقلوها على استاد تيدي بالقدس. كمان في شويه حساسيه الان حول اللعبه هاي. 9/6 رح يجوا على اسرائيل، رح نشوف ميسي موجود عندنا، واللي بحب يشوف ميسي نستضيفه طبعا، نستضيفه هون. انا وعدت انا اسمع، انا من هون انا راح ابعث ميل للمسؤولين على المنتخب الارجنتيني، عن جد راح اطلب انه نستضيف، انه نحكي مع نعمل انه نكون حد، انه شيء نجيبك. بتامل انه حدا يرد علي، يعني في محاولات كانت، راح تكون محاولات، كل الاحترام راح تكون محاولات، احنا ما بنرفعش ايدينا، راح ندخل التاريخ يا مرشد وبتجيبه على صباحنا غير. الا على الناصر لازم يجي طبعا، كل الناصر بتيجي لهون، يعني ما بقعدش يعني برا الضجه بدها تكون ابو الميسي وين اليوم. طب يا جماعه حكينا على قرعه دوري الابطال، نحكي على قرعه الدوري الاوروبي. عندنا هيك تسيس، تفضل. لا كم ابدا انت، لان انا ما كنتش متابع معك وانا مش متابع كثير، بس هيك اللي فريق مونس دبور تاهل الى هذا الدوري، وعندنا لاعبين وبيبار نادخو موجودين في قرعه الدوري الاوروبي في اخر 8 فرق، وهذا انجاز كمان جدا كبير، ولاعبين اللي بيلعبوا بالتشكيله الاولى بالفريق، لاعبين اللي اثبتوا حالهم بصوره كبيره. بيبار نادخو انا بعرفش شو بعده عم بيعمل بتسيسكا موسكو، يعني ممكن يتقدم لفرق اللي هن فرق احسن اظن، بس بعرفش جيله حظه مره راح على جرب يعني باوك، ومش كثير يعني نجح، ففضل يروح يعني يرجع على البيت الدافي تبعه اللي هو تسيسكا موسكو. كيف هو ما بعرف، بس انا بشوف بيبرس نادخو في الدوري الانجليزي ممكن يكون ينضم لاحد الفرق، اذا مش بالصداره فرق اللي هي بوسط اللائحه، ممكن يكون لاعب اللي يثبت حاله كمان في هذا الدوري. في حديث عن مونس دبور، لوين راح يروح مونس دبور؟ في حكي على اظن على فالنسيا، في حكي على ارسنال، في حكي على توتنهام، يعني فرق كثير اليوم عم بتركض وراء مؤنس وبدها تضمه لصفوفها. يا ريت، يعني كلنا فخر به، كل تأكيد. نصر، ايش مهنتك الاساسيه؟ دكتور اسنان. دكتور اسنان، وفي وقت تحضر مباريات؟ تمام، في وقت لكل شيء. روعه. نشكر حضوركم، اهلا وسهلا فيكم. نصري دكور، الصحفي مرشد بيبار، نراكم الاسبوع المقبل. احنا رح نبدا مع المجموعه الخامسه جديد، رح نبدا ورح نحكي، ورح تكون معنا صبيه نحكي عن المانيا. 100 اهلا وسهلا، عن جد اهلا وسهلا، بنشجع اللي بيحكوا. تحب تكون خيا؟ نشوف كيف الوضع ان شاء الله. شكرا لحضورك معنا، واكيد الكل مره جاي نصري في قبعه طبيب الاسنان، ونخصص فقره لصحه الاسنان. شكرا لكم نصري دكور ومرشد بيبار.